مرحبا بكم مجددا. قرر القضاء العراقي استئناف عرض مسلسل عالم الست وهيبة بجزئه الثاني بعد الجدل واللغط الذي أثير حوله. وجاء في بيان أن محكمة بدأت العظمية قررت السماح باستئناف عرض المسلسل بعد تقديم الشركة المنتجة الوثائق والتعاقدات اللازمة بينها وبين المؤلف صباح عطوان. وكانت نقابة الفنانين قد أصدرت في وقت سابق بيانا دعت فيه القضاء الأعلى لإعادة النظر بالحكم الصادر بإيقاف عرض المسلسل، واعتبرت أن القرار أضر ب400 ممثل وفني شاركوا في عمل هذا المسلسل. ولمتابعة هذا التطور ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد المنتج والمخرج الدكتور حكمة البيضاني. دكتور حكمة، أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة. يعني بداية، قضائيا هل انتهى الأمر بعدما تقرر استئناف بث المسلسل أم لا تزال هناك ملابسات قانونية أخرى برأيك؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. حقيقة يعني احنا اليوم يعني كان الهدف الأول هو أنه نرفع الأمر الولائي من أجل استمرار في عرض المسلسل، هذا من جانب. جانب آخر أنه كقضية قانونية لحد الآن لم تحسم، بالرغم من أنه احنا قدمنا الوثائق الكاملة التي تؤكد أحقيتنا بالنص وأحقيتنا بكل ما يخص المسلسل من حقوق ومن تفاصيل كلها من أجل إنجاز العمل. نعم دكتور، كيف تعلق على ردود الفعل على المسلسل؟ يعني برأيك هل كان بالإمكان مثلا تلافي ما وصف بشبهات الإساءة التي يتحدث عنها يعني قسم من الذين تلقوا هذا العرض وتابعوه؟ حقيقة يعني أنا عندي رأي خاص في هذا الموضوع، يعني نعم. أن ما أثير عن المسلسل وممكن أنه يسيء إلى قدسية الأسماء المتعارف عليها في العراق، فهذا من الجنون يعني في العراق بالذات، وإحنا كمنتجين وكناس عايشين في هذا البلد ما أعتقد يعني من المجازفة أنه واحد يغوص في هكذا نوع من المواضيع. يعني بالعكس، أكو محاذير، بس مسألة أنه تشابه الأسماء أو ذريعة للبعض أنه من أجل إثارة نعرات معينة، كلها هذه يعني أشياء ممكن كانت تسيء للعراقيين وتسيء أيضا لتاريخ العراق. نعم، البعض يتساءل دكتور، يقول لماذا الآن القسم الثاني لمسلسل عرض قبل أكثر من 25 عاما؟ يعني لماذا الآن؟ حقيقة يعني احنا كثير من الأعمال الدرامية ينجز لها أجزاء، وهذا متبع به في العرف الدرامي، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار يعني هو الهدف من العمل بالدرجة الأولى هو أنه طرح قضايا مجتمعية زائدا التشويق. فأنه عملية إنتاج جزء ثاني من عالم الست وهيبة ليس بالشيء المضر يعني، ولا أولا يعني الشخوص هي بالدرجة الأولى، احنا ك مسوقين للإنتاجات الدرامية أيضا شخصيات الجزء الأول بقت في ذاكرة العراقيين، فلا غير منه استحضارها بالوقت الحاضر، خاصة إذا ما طرحت بطريقة تشويقية وأيضا بطريقة. كان المسلسل على فكرة في الجزء الأول يعتمد بالدرجة الأولى على النصح والإرشاد من خلال شخصية الست وهيبة اللي هي كانت شخصية معتدلة، وهي كانت القضبان للتوازن بين كل الأطراف المتحاربة في الجزء الأول. أيضا في الجزء الثاني احنا خليناها استمرار، خاصة وإن كانت موجودة حفيدتها اللي هي أيضا اسمها وهيبة، ومع وجود وهيبة الأم أعتقد يعني وفقنا في تقديم تنوع في هذه الشخصيات. نعم. طيب دكتور، يعني في ظل ما حدث من رد ومن قيل وقال، هل ترى برأيك تضييقا على حرية الكاتب؟ يعني سواء كان النص تلفزيونيا أو سينمائيا أو حتى أي نص فني آخر، هل تشعر أن يعني هناك نوع من التضييق على حرية الكتابة الإبداعية؟
يعني انا دائما مع انه الحريه للكاتب في تقديم ما يروق له من افكار بحيث لا تمس في المجتمع باي ضرر يعني. اللغط اللي حدث هو اعتقد يعني كثير من الاشياء كانت يعني مفتعله، وايضا اكو جهل بتقديم المعلومه يعني. يعني احنا مو ممكن انه نقدم شخصيات باسماء معينه والغرض منها انه مبيت او مبطن، مستحيل هذا. اولا يعني لعده اعتبارات، اولا التزام اخلاقي اتجاه المجتمع، اتجاه الطوائف، فممكن انه انت تستفز الاخرين بهكذا نوع من الاعمال. اما الحريه على الكاتب فالعراق بالعكس، انا اقول انه بالوقت الحاضر العراق منفتح على الجميع والكل يقدم ما يريد، بس تبقى انه الالتزام الاخلاقي والمجتمع اتجاه المجتمع. نعم. هذا مطلب ومهم بالنسبه لاي شخص يعمل في مجال الميديا. نعم. قبل أن أودعك دكتور حكمة، يعني الكاتب خلال الدعوة التي أقامها على الشركة اتهم الشركة بتغييرات أجريت على النص، على المضمون. يعني لما الشركة تشتري نص وتعطي الكاتب حقوقه يصبح النص ملكا لها، تفعل به ما تشاء، تغير ما تشاء، ماذا تقول بهذا الأمر؟ أنا لا أتفق أنه احنا التزمنا بالسياق العام للعمل. يعني احنا مجرد انه التغيير اللي صار انه حرفة الكتابة وتقنية الكتابة اختلفت، يعني هناك نوع من التجديد في كتابة السيناريو بقدر ما انه بعدم المساس بالمحتوى الرئيسي للعمل. يعني احنا الشخوص مثل ما هي موجودة والأحداث متكررة مثل ما مكتوبة، فقط أنه تقنية كتابة السيناريو اختلفت، وأيضا بعض التفاصيل البسيطة اللي كلها تصب في مصلحة العمل. عمرنا ما فكرنا أنه نسيء إلى شخص الأستاذ صباح عطوان أو نسيء إلى تاريخه، فكاتب معروف درامي إلى مكانته بالعراق، يعني مو ممكن الإساءة بشكل واضح وصريح يعني. إذن المنتج والمخرج دكتور حكمة البيضاني عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك.